يا خسارة. استنى يا زوبة، ما تيأسيش، مفيش حاجة بعيدة على ربنا أبدا. صح والنبي، يعني هيجي يوم كده واشتغل في السيما وابقى زي سميرة حسني واشتغل قصاد وحيد فهمي؟ فيها ايه يعني؟ وانت قال لي يعني من نفيسة جرب ولا جاكلين برعي وهم بيعقوا دلوقتي منتجات وبيلعبوا الفلوس لعب وما عندهمش المواهب اللي عندك. انت موهوبة ومواهب ما حصلتش. وهم ماشيين بيعقوا ومعاهم فلوس. انا اذنك بقى لحسن اتأخرت دلوقتي عن الشغل. هيسمع من بقك ربنا يا بيه. الجنيه وربع يا بيه. يا بيه مش حاسك يا بيه، هتديني ربع. وجبت كام جول؟ ده دخل فيه 5 جوال. كذاب، 4 بس. لا فعلا. المهم، طب خلى ايه النهارده يا زوب؟ كل اللي بتحبوه، عامل لكم سقعه ورز. بس انا بقى ما بحبش المسقعه. امال بتحب ايه؟ بحب القرف واموت في القرف. من عينيا الاثنين، بكره اعمل لك صينيه قرف، بس يلا اطلعوا غيروا هدومكم عشان تتغدوا. انت اللي دينا الممثلين والممثلات. والمطربين والمطربات، الاحياء منهم والاموات، بس بشرط هو حد يقول لماما لا تبهدلني. ما تخافيش يا زو. طب يلا غيروا هدومكم على ما اخلص ده. ايه يا منال ده الحمر؟ Thank you.
بيت البيت. لكن احنا عيلة فنية. البيت مش كباريه ولا مسرح كواريه ولا فيلا ولا استديو. باي باي بقى يا حبايبي. خليكي لنا عيط مستعجلة كده ليه؟ ماما زمانها جاية جاية بعد شوية وبليها مفاجأة. تقلب سكرنا بشقة منها بستحمل خطة بحلال والقشقة. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية ودليها مفاجأة. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية ودليها مفاجأة. ما شاء الله. تعال هنا مصيف في الرأس. ايه انت عملت نفسك ده؟ سايبه البيت مقلب وعماله تغني للولاد. معلش يا نبي ست حقك عليا. انت مالكيش وقعد في البيت ده خالص. اروح فين يا ست؟ ده انا ماليش غيرك. معرفش. امشي من هنا. امشي من هنا. كل دي يا حبيبتي. المايه يا دوبة. غوري من قدام. انا مش طايقه اشوف وشك بعد اللي عملتيه ده. مش كده يا ساميه، حلمك عليها شويه. البنت نفعانه ومن غيرها حلوص. ده طبيخها الواحد بياكل صبع وراه. وانت ولا مؤاخذه ميح ما بتعرفيش تسلقي بيضه. فرحان مش هي دي الحقيقه؟ لا، والادهى من كده كمان ان ماما عايزه تطردها يا بابا. وتهون عليك يا ساميه، ما فكرتيش بعد ما تخرج من عندنا هتروح فين؟ والبنت يتيمه ملهاش حد واحنا مربينها من صغرها. يعني سيبها قلبان البيت ولما العيال وعماله تغني لهم؟ وايه يعني يا ستي؟ بنت خاوي ومفيهاش حاجه لما تلعب العيال وتقعد تلعبهم يعني، فيها ايه؟ مش احسن ما تعمل حاجه وحشه؟ محدش مريح على كلامك ده. عشان خاطر يا سامي راضيها بكلمه حلوه. حاضر. تعالي يا اللي تسكت مع ميع شيل الصبح. دي كلمه حلوه. مع ميع يعني ايه يا بابا؟ جمع معمع. ومعمع يعني ايه يا بابا؟ معمع يعني مشتقه من معمعه. والله ما احنا فاهمين حال. ولا انا فاهم انا كمان. يا امك بتقول حاجه تتفهم؟ قولي يا ست الانس تعالي يا حلوه عليا تعالي. عايز ايه؟ انا عايز احس باني صحيح الجنه حلالي. طب ونشوف البعبع جاي؟ راح اتحدحه على الاخر. حي مالك؟ وسكي تشرب وسكي؟ اشرب وسكي والشاي لو عايزه. تلاقيها حبيبتي كسبت الجايزه. جايزه ايه؟ قلبك يا حياتي. هو انا كنت احلم. ما تتحركش يا طبي المطر. يوم حظي على قديمك مكتوب في وقتك. ده انا لو ميت واحد خرشي مني مش راح اسيبك. ده انت مراتي. ده انت مراتي مراتي مراتي. سكر قوي وانت بتتكلم. ما تتحركي يا بنت. كانوا شوفي الحته دي بس يا ست. انت هتنكشي من قدامي ولا هما نفتشني؟ خليك فوبيا وانا على روحي هفرق فوبيا. يا سامي حرام عليك، سيبيها تتفرج شويه، دي شايله طول النهار. ايه ده؟ بس تعالي يا حلوه تعالي. عشان تنبسط. لا وعلى كل اوي. سلام. مش هتقوم تنام؟ لا، انا هاكل كل حراتي. خلاص، خليك قاعد عد النجوم. اعد النجوم، اعد الشجر، سيبيني في حالي. يا ساتر يا رب. اهلا يا ام. عيني يا مولى. بابا موجود؟ ايوه في اوضه المكتب. اتفضل.